البيض، البيض برضه بيقول لك ده مش معمر، مش معمر يعني ما فيهوش جنين جوه، فده بيتباع. البيضه فيها معدل كيلو ونص، معدل كيلو ونص في البيضه بتتباع بكام دي بقى يا شيخ؟ والله دي 200 جنيه حاليا، كانت ب 100 ب 150 وصلت ل 200 جنيه دلوقتي، بنعوض اي حاجه من نزيف العلف اللي عندنا. فب 200 جنيه دي الناس بتاخدها تسلقها ولا بتحمرها؟ بصوا البيض دوت ليه تكنيك معايا في الفتح، مش عارف نفتحه عشان ده محجوز مش بتاعنا يعني. فهنوريكم تكنيك الفتح كده ظاهريا. البضايه بشوف الراس بتاعتها، البضايه بيبقى ليها شكل، لو ركزتوا في الفيديو هتلاقوا البضايه ليها شكل مدبب. لا ركز، خليك الكاميرا كده في مستوى وشي، هتلاقي فيه شكل مدبب للبيضه وشكل مسطح للبيضه. شكل مسطح والجزء العريض هتلاقيه من تحت، المدبب هتلاقيه من فوق. نفس البضايه اهي، دي نفس الكلام، شكل مدبب من فوق والمسطح من تحت. طيب انا بعمل ايه بالبضايه ديت؟ انا باجي على راسها وادق هنا بسكينه بمفك بشاكوش صغير حاجه، اخرم خرم صغير جدا هنا. كنا زي ما بنعمل بالشنيور، وبعدين لقينا طريقه اسهل ان انت تديها خطتين كده، خبط ايه وسط يعني بالمفك او بالسكينه او بالشاكوش، تخرم خرم صغير هنا قطر مثلا سنتي او 2 سنتي بالكثير قوي او سنتي كفايه كمان، وتدخل شاليمو جوه في البضايه وتقلبها على وشها. ايه فايده الشاليمو؟ الشاليمو دوت لما يدخل هيدخل هواء عشان محتوى البيضه ينزل. وقبل ما اعمل القصه دي هرج البيضه جامد جدا عشان كلها تبقى ايه مضروبه كاني ضربت اومليت جوه. لو انا عايز اخدها قرص كامل سليم يبقى هكسرها عادي جدا، اخبطها خبطه جامده بسكينه او حاجه تتفتح معايا وافقش البيضه البلدي عادي جدا بالظبط. يعني ممكن تتقفش قرص كامل وممكن تتعمل اومليت، اومليت يبقى رجها جامد جدا، واخرم خرم وادخل شاليمو يدخل الهواء ويطلع المحتوى، انفخ انا في الشاليمو لو في حاجه مثلا مش عايز تخرج مع صلاجه او حاجه زي كده ممكن يعمل تكتل تطلع من البرد او من البيضه قديمه شويه. لان طبعا البيض دوت على فكره معلومه، ما فيش حد بيخرج البيضه من تحت النعامه تتباع للعميل، مستحيل يحصل الا لو كانت الاسره ديت ما فيهاش ذكر بيخصب. طب بيعمل ايه؟ البيضه بتطلع من تحت البيضه في الملعب، من تحت الاسره في الملعب، بتتاخد تخش على المفرخ، تعقم كويس طبعا، تخش على المفرخ بتاع البيض، تقعد 14 يوم او 15 يوم كتير ونكشف عليها، بتحط الكشاف تحت البضايه نكشف عليها، لقينا البضايه شفافه ما فيهاش اي حاجه يبقى البضايه كده مش مخصبه ولا تصلح للانتاج، ودي بتتحول ساعتها للاكل. فطبعا ممكن يحصل فيها تكتل فتره ال 14 يوم، الحراره اللي هي فيها ديت ممكن يحصل فيها تكتل او حاجه. بعد يعني كده بعد كده بعد كده بتطلع من المفرخ دوت، بنعرضها للبيع، بتتباع طبعا اللي بنكشف احنا عليه كشف تاني عشان نتاكد البضايه. لو لقيناها سايبه البضايه ديت مثلا تقيله يعني بتروح وتيجي معايا، في بيض بيبقى مجمد، يعني مجمد يعني تيجي ترج البيض تحس انت في جوه رمله مش محتوى بيض. ده بسبب ان الكيس الهواء بتاع البضايه في غرفه هوائيه جوه البيضه، دي بتخلي البيضه محكومه ما تترجش جامد معايا. لو الكيس ده اتخرم ده معناه البيضه ديت باظت وهتفضل تلق معايا زي ما تكون جواها كيس ميه بلقه مثلا. دي على حسب كلامك ان هي تتكسر وسلموه واومليت، يعني معناك كده محمر بيتقلي. بيتقلي بيتقلي بس مسلوق ينفع يتسلق، بس هتفتحها زي ما في الساعه تكسرها كلها. هو في ناس بتعمل الحاجه هي صعب في كسرها للدرجه دي؟ مش هي طبعا صعبه، مش زي البيض يعني، انت مش هتشكل الكسر على مزاجك، مش هتشكله على بتاعت الدعوه. سامجا اعرف كده، نسمع الناس الصوت كانك ماسك سيراميكا بتخبط فيها بالظبط كده. انا سامجا سيراميكا. بص هات عند المايك، اذا ممكن تتكسر الاثنين في بعض. الناشف ناشف يتكسر طبعا، كسر بس مش للدرجه دي يعني، هي قويه شويه، سايحه كده ودي خشنه. ما دي بترجع لتغذيه النعامه، ممكن النعامه يبقى ترسيب الكالسيوم عندها عالي او ضعيف شويه، فهو ده الشكل المثالي للبيضه. ده شكل مش يعني مش احسن حاجه، يعني الناعم ده مش احسن حاجه، البيضه تبقى ناعمه كده مش بيكون افضل حاجه، عشان يبقى في مسام في البضايه الكتكوت بتنفس منها. ده شكل المسام الطبيعيه للبضايه عشان الكتكوت يتنفس منها. سبحان الله سبحان الله. في لحمه عندك؟ في لحمه. ما تورينا شكلها.